أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ معجب فضيلة الشيخ، بالنسبة للدعوة إلى الله، هل هي على أناس مخصصين أم أن كل إنسان يدعو إلى الله؟ الدعوة إلى الله على العلماء الذين عندهم علم فيما يدعون إليه، يعرفون الحلال والحرام، يعرفون الشرك والتوحيد، ويعرفون المعاصي والمحرمات والطاعات والقربات. لا بد من العلم، لا يدعو الإنسان إلا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لكن المسلم العامي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الأمور الظاهرة، مثل يأمر بالصلاة، يأمر بالاستغفار، يأمر بالطاعات، يحث على طاعة الله عز وجل في الأمور العامة. أما التفاصيل والتحليل والتحريم هذا لأهل العلم. نعم.